موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. دوبامين، إيه أفضل عضو داخل الجسد يقبل التشكيل والتغيير؟ الإجابة المسلز اللي احنا كنا نعرفه. الإجابة لا. دوبامين بيقول لك كل ما بتقول كلام واحد بتحبه، بتقول كلام إيجابي، بتقول كلام فيه أمل، بتقول كلام فيه سلام، بتقول كلام فيه راحة نفسية، في حاجة جوه المخ اسمها الأميجاديلا، دوبامين. يعني حضرتك قادر ان انت تغير مخك تماما، حضرتك قادرة ان انت تشكلي مخك من جديد تشكيل ايجابي. دوبامين، كلامك لازم يتظبط عشان الدوبامين ينطلق، كلامك لازم يتغير عشان عقلك يتغير. دوبامين وثنائية الذكر والدعاء في طريق التمكين لنصنع بها وعيا جديدا، نغير بها حياتنا، نغير بها أمتنا، نغير بها واقعنا، نصنع بها واقعا ليتغير العالم من بعدنا.